نوع من التصعيد كان على شاكلة فيديو متداول، وفيه النائبة عليا نصيف لم تكتفي بالشكوى فقط، بل عقدت مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب، وقالت إن قوة تابعة لمفتش عام وزارة الداخلية الذي ذكرناكم أو الذي طرحنا اسمه وهو جمال الأسدي، قالت إن الأسدي انتزع اعترافات من ابن أخيها بالقوة والإكراه، وقالت إنه انتزعها على طريقة نظام صدام حسين. تعالوا نتابع. قبل يومين انخطف ابن أخويا، طبعا القضية شبيهة بقضية إذا كلكم تتذكرون ابني قبل 4-5 سنوات انخطف ابن أخويا. دورنا مستشفيات، دورنا جهات أمنية، ماكو. آخر شيء وصلني من أحد الثقات بوزارة الداخلية، قالوا ابن أخوك ملقي عليا جمال الأسدي من خلال استخبارات وزارة الداخلية في حاكمية وزارة الداخلية. أنا أسميها حاكمية لأن أحكي لكم إيش صار بيها، وهذا الموضوع ممكن أن يتعرض كل أبناء الشعب العراقي وأنا نائبة، اللي مسويها أمن خاص إله. طبعا مسوي كمين الصديقة، بعدين أنا عرفت لاحقا مسوي كمين الصديقة صديقة بخابرة مستدرجة بالمنصور، ألقى القبض عليه وخذه بدون ما نعرف. هاي بعدين هاي معلومات لاحقة، وأنا اليوم هسه كنت في مجلس القضاء الأعلى وقمت عليه دعوة اختطاف، لأن هو اتهم طبعا يوما هو بالتعذيب، يوما هو مكسرة للولد، يوما أني أحاول أتصل بالمفتشية الداخلية أرد أوكل محامي، يابا خلي المحامي يدخل، خلي المحامي، هذا حق، هذا وفق أصول المحاكمات الجزائية والمحاكمات القانونية، المحامي يتوكل على الشخص، ممنوع محامي يدخل شخصيا بنفسه. هو وعبد حمود مالته، شخص اسمه حسين التميمي، مسوي عبد حمود إله في يدعي، طبعا هو يدعي بهذه الامور بان هو مقرب من رئيس الوزراء ولذلك يمارس هذه السطوه. طبعا اللي نفذ العمليه هو هذا عبد حمود اللي اسمه حسين التميمي، واقف هو باعه بنفسه، مو محققين يحقق بالقضيه على ابن اخويا، واقف هو بنفسه على راسه.